السلام عليكم، انا لسه خارج حالا من امتحان البي ام بي. الحمد لله نجحت بسكور اباف تارجت، عندي اربعة باربعة بروسيس جروب اباف تارجت ما عدا الكلوزنج، جبت فيها نيت زي امبروفمنت بس الحمد لله. يعني مهندس ايهاب يعني كان معاه خطوة بخطوة لغاية الساعة 3 وهو انا بتابع معاه وبكلمه. راجل جدع بصراحة، وقف جنبي وبيقف جنب الناس، ومش من النوعيه اللي هي يلا انا اديتك الكورس اجري بعيد، مفيش الكلام ده. الراجل بيتابع معاك لحظه بلحظه. كنت انا بكلمه انا وهو كان في بينا مكالمات الساعه 6 الصبح والساعه 5 ونص الفجر، وكنا على طول بنتكلم، ويمكن انا اكتر واحد تعبته وزهقته يعني. لا بيتابع كويس جدا. الامتحان يعني الاسئله طبعا مفيش ولا سؤال هيتكرر، مفيش ولا سؤال متكرر ولا سؤال انت شفته قبل كده. الدنيا كلها بتعتمد على ان انت فهمت قد ايه، بس كل حاجه انت من النوتس اللي وانت زي ما انت ماشي مع المهندس ايهاب بتكتب نوتس، وزي ما انت شغال على البلان بتاعته ان شاء الله مش هتقابل اي مشكله. بس الامتحان عايز تركيز، عايز تبقى هادي كده واعصابك رايقه، تبقى فاهم تبقى فاهم كل بروسيس جروب رايحه فين وجايه منين، وايه الحاجات اللي هي المهمه، او في ووردز كده، كي ووردز كده، اول يعني اول ما بتشوف الجمله دي على طول المفروض ان هي بتتريجر حاجه في دماغك. فلازم تبقى مراقب. يعني مثلا انشور الفيوتشر بيرفورمانس بتاع البروجكت اللي هو يبقى الايند مع البروجكت مانجمنت بلان، دي على طول تتريجر في دماغك بريفنتيف اكشن، كوركتيف اكشن برينج او الاين كده، تبقى فاهم انت الدنيا رايحه فين وجايه منين. تبقى فاهم برضو الريسك ازاي، يعني ايه ميتيجيت، يعني ايه ترانسفير، يعني ايه ان انت تعمل افويد، يعني ايه ان انت تعمل اكسبلويت. يعني لازم تبقى فاهم كده الكونسبت، وتبقى فاهم السلايدز، كل حاجه موجوده في السلايدز، وكل حاجه انت شفتها، يعني شفت افكار شبيهه ليها قبل كده، لكن الماده نفسها اللي السؤال نفسه عمرك ما شفته قبل كده. فانت ركز، واي حد حابب يخش انا بنصحه بالمهندس ايهاب، يعني راجل جدع وراجل فاهم، وهو فعلا يعني في تول وتكنيك كده موجود في كله اسمه اكسبرت جادجمنت. الاكسبرت جادجمنت ده هو المهندس ايهاب في البي ام بي. فانا انصحكم جميعا تركزوا معاه، تتبعوا تعليماته، تشوفوا هو بيقول ايه وتعملوه، هيقولوا لكم تركزوا على ايه وتركزوا. انا مثلا كنت قايله باشمهندس الكوميونيكيشن والستيك هولدر واقع فيهم، يقول لي مثلا لا سيبك من الكوميونيكيشن والستيك هولدر انت مش واقع فيهم ولا حاجه، واداني ثلاثه نولج ارياز تانيين اعملهم. هتحل معاه حوالي 6 7000 سؤال، ما تزهقش. حاول وكمل وما تقفش. واخر حاجه الحمد لله اولا واخيرا في للنجاح دوت بفضل الله طبعا، وتاني حاجه بفضل المهندس ايهاب، وازاي هو يعني كان معانا خطوه بخطوه، ازاي هو وجهنا، وازاي هو كان فعلا ليدر في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في ان احنا ناخد البي ام بي. الحمد لله، الف حمد والف شكر ليك يا رب. وكل الشباب اللي كانوا معايا انتوا تقدروا، الموضوع بس محتاج ان انتوا تذاكروا شويه، تتعبوا شويه، تيجوا على نفسكم شويه. عادي، مفيش حاجه بتيجي بالساهل، وده دايما كلام المهندس ايهاب والصور اللي بيبعتها لنا، وحاول تجري ورا حلمك وخليك ورا حلمك واضغط، الكلام ده كله. واحب اشكر المهندس ايهاب تاني، وان شاء الله الرحله الجايه معاه في الار ام بي، وبس هو بقى يستحملنا او يرضى ان انا اخد معاه تاني الار ام بي، يعني ان هو يقابلني تاني في حياته يعني. شكرا شكرا ليك يا مهندس ايهاب، والحمد لله والف شكر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وان شاء الله المهندس الجاي في البي ام بي هيبقى المهندس هاني داوود. شكرا، السلام عليكم.